هل بيأتي زوار من محافظات أخرى؟ جميع محافظات مصر بيجي لنا منها زوار، وده بيتاني بيسبب علينا ضغط، لان ساعات بيبقى المتحف زحمه قوي، وبالتالي بنحاول ان احنا ندخلهم بشكل منظم علشان ما يحصلش تكدس في ظل الكوفيد او الاجراءات الاحترازيه. ولكن ده شيء بيسعدنا جدا لما يجي لي من اسيوط، من البحيره، من كفر الشيخ، من اسكندريه، فعندنا تنوع شديد جدا. طب بالمعيار الاولاني الحمد لله حققنا انجازات. بالمعيار الآخر اللي هو ما نصبو إليه أو بنحلم بيه كأهل المتحف كما أطلق على زملائي العاملين معايا، لا إحنا لسه عندنا أحلام كتير. إحنا هدفنا مش مجرد المتحف، إحنا هدفنا نبقى منارة ثقافية للمصريين، نبقى مجال للتنزه المختلف عن إن أنا أروح مركز تجاري أو أروح نادي، لا، بنديهم جرعة من التنزه وجرعة من الثقافة وجرعة من التراث. بنعمل أنشطة ثقافية مختلفة، مثل إيه مثلاً؟ زي بنعمل أنشطة كلها مرتبطة بالحضارة، سواء كانت موسيقية جي عندنا عازفين عزفوا، سواء كانت خاصة بالأطفال زي ما قلنا مسرح للطفل، سواء كانت خاصة بالمحاضرات التثقيفية، سواء كانت خاصة حتى أفلام تسجيلية بتعرض نوع من الحرفة زي حرفة الخزف، وجبنا المخرج والبطلة، أو أيضا بنعمل حاجات خاصة وهنبدأ فيها بمونولوجات قديمة بنحيي بيها التراث، أو بمعارض فنية. وكان عندنا معرض الورد أرت فورم كانوا عندنا وعمل برضه، بنحاول نربط كل ما هو يربط الثقافة والفن والتراث والحضارة بهذا المكان. فبالتالي بتبقى جرعة مختلفة، بيشوفوا فيها آثار، بيشوفوا فيها حضارة، بيربطوا الماضي بالحاضر بالمستقبل اللي احنا بنحاول نروج له من استخدام التكنولوجيا الكبير عندنا. طيب.